السلام عليكم ورحمة الله، من مطبخ بشرى أحييكم. وصفتنا تاع نهار اليوم راح تكون سندويتشات الشاورما. طرقوا لتحضير شاورما في البيت، يعني الخليط تاع الشاورما وأيضا الخبز. يعني هناك عدة أنواع من الخبز، هناك التاكوس، هناك خبز شاورما، هناك الخبز اللبناني، هناك خبز التورتيلا، يعني عدة أنواع التورتيلا، عدة أنواع في هذا الخبز. اليوم راح نحضروا نوع من هذه الأنواع ونحشيوه بالشاورما تاعنا. اول حاجه نديرها انا نسبق في الشاورما تاعي، يعني ممكن تاخدي قطع من صدر الدجاج او تاخدي شاورما يعني من فخذ الديك الرومي، هما اللي يصنعوا بها شاورما، او الاسكالوب، اي حاجه تفضليها. نحطوا عليها الملح، نزيدوا نحطوا ثوم بودره اللي ما عندهاش يعني ترحي الثوم تاعها عادي وتحطها. انا هنا نحط ثوم بودره، نزيد نحط فلفل كحل، نحط فلفل عكري يعني كميه قليله باش تلونه لي برك، نحط خليط شاورما يعني يتباع عند اللي يبيع توابل، قولي له طيب خليط شاورما، نحط الخليط تاع شاورما توابل، نزيد نحط وحده ياغورت ناتشور، هذا يعني باش الماريني لهاد الشاورما تاعي. هاد العملية يعني إلا كنتي حديري لساندويتشات شاورما تاعك يعني الفطور، ممكن تحضري هاد العملية في الليل تاع هاد الشاورما، تغطيه وتخليه يبات، تماريناه، تغطيه تخليه يبات في الثلاجة، صباح تلقايه جاهز. ولا يعني تحضريهم للعشية، يعني تقومي بهاد العملية صباح. أنا نخلط هكذا كل المكونات، نغطيه يعني ناني في الصباح وجدته، نغطيه نخليه في الثلاجة، وفي المساء نلقاه جاهز باش نطيبه. هكذا نغطيه نديه الثلاجة لما يجوز عليه 4 ساعات او 5، يعني قد ما يجوز عليه الوقت مليح، نطيبه ونكملوا وصفتنا. الخبز نحتاجو 500 غرام تاع الفارينة، زوج مغارف كبار تاع اللحظة، مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع الزيت. نحتاجو حوالي كيس خميرة كيميائية، ما نديروش كامل يعني نخلي منه شوية فقط، ونحتاجو مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز. على بركة الله نديرو العجينة، يعني نحط الفارينة لقولنا 500 غرام، نضيف عليها لحظة، نضيف عليها الملح، نسيت كنت ما ذكرتوش يعني الملح، نضيف مغرفة السكر، ملعقة الزيت، نزيد مغرفة خميرة الخبز، ونزيد الخميرة الكيميائية، يعني الكيس نخلي منه شوية فقط بالطريقة، يعني نجوزها في الصفاية باش نتفادى ما تكونش كاين حبيبات. هكذا نطم العجينة تاعي بالماء الدافي، يعني نطمها قسمة، نطمها فقط ما نديرهاش جارية بزاف وما تكونش يابسة بزاف. نطم العجينة تاعي بالماء يعني حتى تنطم، نخليها ترتاح في الكيس، يعني ما تدريجيا حتى نشوفها انها انضمت لي. نزيد قطرات فقط، انا بهذا الشكل راهي انضمت، نكمل نطم غير هذا الزايد. نشكلها كرة واحدة. العجينة تاعينا هكذا راني طميتها بهذا الشكل، يعني نديرلها هكا واحد دقيقتين باش تسقم يعني روحها. نديرها في كيس نخليها ترتاح الوقت اللي هي اللي تكون ترتاح. انا نجوز نطيب شاورما تاعي، بعدها نوجدو الخليط اللي نعمرو به لي ساندويتش تاعنا. الان نحط الزيت في مقلاة، يعني كمية مليحة،
نحط هذاك الشاورما الخليط الشاورما تاعي اللي كنت مارينيتو خليته يعني جات عليه الوقت. نخليه يتقلى مليح، نغطي عليه نخليه يتقلى حتى يطيب. لما قريب يطيب نقطع حبة طماطم مكعبات صغيرة نضيفها له ونخليه يتقلى شوية ونطفي. أنا نخليه هكذا ساعة ساعة نقلبه يعني حتى يطيب ونتابعه. هنا الشاورما تاعي راهي قريب تطيب، نحط لها طماطم نقطع مكعبات نخلط الكل مع بعض. لما طيب نطفي عليها. جينا هنا تاعي راهي لتحت يعني بعد الوقت لاحظوا راهي متلقت. الان واش ندير؟ نقسمها على كرات حسب الساندويتش اللي راني حباته. الا راني حباته كبير ندير الكره كبيره، الا راني حبتهم صغار ندير الكره صغيره، يعني احنا والرغبه هكذا بهذا الشكل. قد البوله يعني تاع المسمن لانه حنحلوها رقيقه بهذه الطريقه. كل مره نستعين بالفرينه باش ما تلصقش في يدي هكذا. نخليهم يرتاحوا ونبدا نطيب في الخبز تاعي. المقلاة تاعي درتها تسخن او طاجين او الحاجه اللي حبيتو طيبوا فيها، المهم حاجه ما تلزقش. الان نحل الخبز تاعي عادي يعني خلوهم يرتاحوا باش يعاونوكم لما تكوني تحلي فيهم. بهذه الطريقه نحلها على شكل دائري. يعني هكذا نحلها على قد المقلاة اللي عندي يعني تكون رقيقة. لاحظوا القوام تاعها يعني تكون رقيقة يعني باش تطيب. الان نحطها فوق النار ونصور لكم كيفية الطهي. حطيتها فوق النار بهذه الطريقة. لما تجي حتعمل لي فقاعات هي بدات تدير لي في الفقاعات يعني ما نخليهاش تطيب مليح. ندخل الأداة ونقلبها يعني نقعد نقلب فيها هكذا. كل مرة نقلبها حتى تتحمر شوية يعني ما نخليهاش تطيب بزاف باش ما تيبسليش، يعني باش لما نشكلهم ساندويتشات نقدر نشكلهم هكذا على هذه الطريقه حتى تطيب ونحيها. مباشره لما نحيها ندخلها في كيس بلاستيكي باش ما تيبسش وتطلق روحها. هذه الطريقه لاحظوا خفيفه نقعد نقلب هكذا فيها. انا هكذا نكتفي بهذا القدر. تزيد شويه ونحيها نحطها في كيس بلاستيكي. انا الخبزه تاعي هاني نحيتها لاحظوا نحطها مباشره هكذا في كيس بلاستيكي يعني نحطها على جنب ونزيد نحل الثانيه نفس الطريقه. نعاود واحده اخرى يعني كل مره تستعيني بالفرينه باش العجينه ما تلصقلكش لانه راح نحلوها رقيقه. هكذا يعني على قد المقلاه او الطاوله اللي راح نطيبوا فيها.
نرفدها نحطها في المقلاة مباشرة. غير نشوفها بدات دير لي فقاعات نقلبها. يعني سهل يوجد بالخف تاكلو يعني ساندويتشات عملتها يدكم يعني من حيث النظافة. حمرت لي نزيد نحمر الوجه الاخر ونحيها ونحطها في كيس بلاستيكي حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. بعدها نروحو نطيبو الشاورما تاعنا. نحيها هنا نحطها في الكيس ونكمل. لوجدت كل المكونات اللي حنعمر بها لي ساندويتش تاعي. هذا هو الخبز لما ارتاح يعني في كيس بلاستيكي لوحده يعني القوام تاعو كيفاش يكون خفيف يعني هش مثل الريشه نقدر يعني نروليه كيما نحب او على الشكل اللي نحب. لاحظوا الخبز تاعنا. الشاورما تاعنا بعد ما طفيت لها وحطيت لها حبه طماطم وطفيت لها هاو الشكل تاعها النهائي. قليت البطاطا هنايا عندي يعني شلاده الخضراء قطعتها هكا قطع بالطول يعني صغار. بصل حطيت بصل اللي يحب. عندي هنا فرماج غاطي فرماج يعني طري وهذه جبنه بوك اللي كنا عملناها مع بعض كيف كيف يعني هنا اختياري. ممكن تعمريها بالجبن الطري ما تستعمليش الجبن المبشور. ممكن الا كان عندك الضيفيح راح تحصلي على بنه روعه يعني هذا اختيار تحبي الضيفيح تحبي له الجبن المبشور. لكن صدقوني لو ضفتوه راح تحصلوا على بنه ولا اروع. هنا عندي لابانينيغ باش نبريسي لي ساندويتش تاعي. الى ما توفرتش عندنا لا بانينيغ رايحه نعطيك تدويره باش تبريسي هاد الساندويتشات. كاين بزاف اخوات يقول لك ما عنديش لا بانينيغ يعني مازال ما سمحتليش الظروف باش نشريها. انا نعطيك التدويره باش يعني باش تبريسي هاد لي ساندويتش. واش نديرو نحطو فوق طاوله العمل. اولا نحط شويه من جبنه بوك يعني بهذه الطريقة ندهن كامل كنا عملناها مع بعض. نزيد نحط يعني اولا نحط شاورما تاعي بهذا الشكل يعني غير في الوسط لاني راح نطويها هكذا. نزيد نحط البطاطا تاعي يعني الكمية نتوما شحال تحبوا تحبوا تعمروهم بزاف تحبوا يعني ما ديروا شويه. نزيد نحط قليل من الخس هكذا شلاده الخضراء. نزيد قليل من البصل يعني ممكن تستغناو عليه. نحط الجبن المبشور من الفوق بهذه الطريقة. ممكن تحطو هريسة يعني نتوما واش تحبو. كاين اللي يحب الحار يحط له هريسة كاين اللي ما يحبش ما يحطش. يعني نطويها هكذا نزيد نغلق هذا الطرف ونجيب الطرف اللي منا ونغلقها هكذا. هذه اللي حنديرها بتدبيرة اللي ما عندهاش لابانينيا. نجيب ورق الالومنيوم تاعي نحط هاد اللي غلقتو نحطو من تحت نغلفها بورق الالومنيوم بهذا الشكل. هنا عندي اعواد شواء غلفتهم ايضا بورق الالومنيوم.
نحطهم هكا، يعني هذه تطبيرة نفيدك بها وانتي تفيدي بها صديقاتك. راني مسخنه المكواه تاعي، يعني مكواه اللي نكويو بها الملابس، ونحطها هكذا، يعني نشد المكواه تاعي ونعبص حتى تحبط لي كامل هذيك الساندويتش، وتتشد تشكل لي الخطوط يعني بهاد اعواد الشواء بهذه الطريقه. نقعد ضاغط عليها بعض الوقت يعني حتى تتشكل لي، ونحس انه الساندويتش تاعي حبطت. كي تحبط نزيد نقلبها للجهه الاخرى بهذه الطريقه. لاحظوا خطوط، نزيد نقلبها هكذا، نزيد نحط الميكوات، نحسها انها خدات الشكل وحبطت في نفس الوقت. يعني نعملو حنا جهدنا باش نجيبو لكم كامل التدابير بالوسائل اللي تكون عندكم في البيت بهذه الطريقه. الان نحلها قدامكم، هذيك الساندويتشات على بان تاع الشاورما تاعي كيفاش تحصلت عليها. هذه تطبيره. نروحوا الان نديروا بلا بانينير. ندهن السطح تاعي جبنه بوك الى ما تخرج عندك، ديري الفرماج يعني العادي. يعني كلش راهو تحضير منزلي، جبنة بوك الشاورما طيبناها في المنزل، الخبز ايضا حضرناه في المنزل، يعني هكا باش تكوني متأكدة بلي انك كليتي حاجة نظيفة. يعني بعض المحلات والله حتى ما تقدريش تشري من عندهم قارورة ماء من جراء النظافة اللي ما كاش. الله المستعان. هكذا نحط يعني جبنة، ممكن نحط نص يعني للاقتصاد فقط. نغلق الأطراف، نحل يعني لابانينيغ تاعي، ونضغط هكذا حتى تاخذ لي الشكل وتحبط. نكمل انا كامل الكميه اللي عندي، لما تحبط شويه يعني الخطوط يعني بالشكل الطولي والعرض، يعني بلا ما تحتاجش نقلبها. هكذا حتى نكمل وحده، ونتلاقى ان شاء الله في طبق التقديم. طبق تاعنا تاع نهار اليوم راهو جاهز كيما راكم تلاحظوا. لاحظوا ما شاء الله عليه، يعني ولا اروع، محضره في البيت. انا هنا كنت شللت اوراق الخس تاعي، يعني نوري لكم ايضا طريقه التقديم على لمستي. شللتهم شفتهم مليح، فرشتهم على الطبق وخرجت الحواف يعني باش يمد نظره، وحطيت لي ساندويتش تاعي هكذا، زينتهم بقليل من حبه طماطم يعني شكلتها على شكل ورده، يعني قشرت حبه طماطم شكلتها على شكل ورده، حطيت اوراق نعناع في الوسط وتقدميها على هذا الشكل. الان نجوزو يعني نقسمو حبه باش تشوفوها، نقسم هكذا يعني بالشكل المائل بهذه الطريقه. يعني لاحظوا شكلها يشهي من الداخل، هاو الفرماج المدبلي، لاحظوا فرماج دايب يعني كلش تمازج مع بعضه. ذا بالفرماج يعني بعدا الى درتو كميه معتبره راح يخرج لكم طعم روعه.
لاحظوا، نتمنى تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم معنيكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تبارطاجيوها لصديقاتكم اللي يستفادوا معنا، تدقوا الجرس وتشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة تشوفوا لا فيديو تاعي. وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.